ايضا ومدير النادي مهدي اشكناني، كل الشكر ايضا لمن كانوا منظمين معانا بمشاري، كل الشكر لكم وكل الشكر للرجال ايضا اللي ماسكين الابواب والنظام، يعني هناك جنود مجهولين، كل الشكر لرجال وزاره الداخليه اللي بالفعل كانوا متواجدين طول الموسم، طول الموسم، رجالات الصحه، وزاره الصحه، رجالات الاسعاف، الكل، يعني تلفزيون، اذاعه، زملائنا عبد الرحمن سلمان البدران، طبعا كل الشكر لكم لرعاة دوري فيفا، انتم اللي قدمتوا الكثير اخوي سلمان، والف الشكر والتقدير لكم والاحترام، الشيخ طلال الفهد، لاعبين طبعا القادسيه، جماهير القادسيه لم تترك الملعب لحد الان، لم تترك الملعب، سيحتفلون. ميشيل يبي له شيل ولده وياه طبعا الكل. اذا هذا التتويج الان يستمر للاعبين القادسيه. سهو السهو سكرتير عام الاتحاد، كل الشكر، وايضا جهود كبيره اكذي احمد عجب، جهود كبيره بذلت من الاتحاد الكويتي لكره القدم، لا يستهان بالمجهود، حكام، لجان المسابقات، لجان سكرتاريه، موظفين، العمال، الكل، يعني ما نبي ننسى احد، الكل له دور، الكل قاعد يؤدي، لجان ايضا احنا نقول لجنه ايضا الانضباط، اللجنه اللي اخذت دور العقاب، احنا ضد العقاب، لا تخطئ ماكو عقاب، تخطئ لازم يكون في عقاب عشان ايضا الواحد ما يسوي خطا اكيد. اذا صوره تذكاريه راح يكونون ايضا مع القادسيه وكل القادسيه. ايضا يعني ايضا زميلنا من السعوديه اخوي ابراهيم فريان، وكل الشكر ايضا وحضوره دائما يتابع القادسيه، فمن المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، يعني انتم اقول يعني اهل السعوديه اهلنا ما في كلام، اهل الخليج كلكم اهلنا، اهل الخليج غلاوتكم زايده، والدول العربيه لا هنتوا، ونتمنى ان شاء الله ان يستقر الوضع في بشكل عام الدول العربيه، والكل يعيش في امن وامان ان شاء الله. اذا صورة دوري فيفا، فيفا الممتاز، فيفا الممتاز، وايضا لا تنسون عندنا محللين عبيد الشمري وصالح العصفور بعد ما التتويج راح يبينون الامور الدقيقة الحساسة الكثيرة الكبيرة لطريقة ايضا عشان ما يهضمون، وانا متأكد ما راح يهضمون حق لاعبي نادي النصر، خصوصا في الشوط الثاني ادوا مباراة ضيعوا اكثر من فرصة، النصر كان افضل من الشوط من القادسيه في الشوط الثاني، القادسيه كان افضل في الشوط الاول. طبعا يكلم الشيخ طلال الفهد، طبعا ومحمد ابراهيم مدرب الفريق، وايضا الشيخ طلال الفهد رئيس الاتحاد الكويتي لكره القدم، سلمان بدران رئيس دوري فيفا، يعني بالفعل نعجز عن شكركم، فريح صايو الجهاز الاداري الطبي والكل، عبد الله طبعا فريح، سهو سهو، كل الشكر لكم الاتحاد الكويتي لكره القدم، يعني اذا كانت هناك اخطاء قلناها في برامج عده وكثيره، نلومكم ونمون، احنا نبي الافضل لا شك، ولازلنا نقول يعني دوري الرديف احنا نقولها بكل صراحه، يجب ان يتوزع اللاعبين الزياده على الانديه الكبيره خصوصا الى الانديه الثانيه عشان ايضا يرتقي الى الافضل. حميد الشطي المنسق الاعلامي لنادي القادسيه الرياضي، محمد ابراهيم ايضا مدرب الفريق، هذا حميد الشطي اخصائي الفريق المنسق الاعلام، يعني كثر ما نقول، ناصر الشرهان، حسن بو الحسن اعضاء من اداره نادي القادسيه،
والكل محتفل مع نادية القادسية، كلهم في الستيج المسرح الصغير سامعين الصوت، سامعين الأغاني، سامعين الأهازيج وجماهير القادسية والاحتفالات. هذا حق وهذه مناسبة لهم، حقهم أنهم يفرحون مثل ما أي نادي يفرح وحقه. ومثل ما ذكرنا أن المحطات ستواكب كل الفرق وكل المراحل وكل الألعاب إن شاء الله، يعطونهم حقهم إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء، عزيزي المشاهد في تلفزيون الكويت، أذان العشاء هذا حق واجب. إذن هذا الدرع دوري فيفا، دوري فيفا الشيخ طلال. اي هذا شوي اصغر ان شاء الله اللي قبله ثقيل وايد، لكن حيان مبارك الحيان عضو مجلس اداره، عبد اللطيف الدواس اعضاء مجلس اداره الاتحاد الكويتي لكره القدم، كل الشكر لكم والتقدير. سهو السهو، انت لك دور كبير وتواجدك الدائم في الاتحاد الكويتي لكره القدم. ايضا صوره تذكاريه الكابتنين نواف المطيري وصالح الشيخ كباتن، تكريم ويفرحون ويصرخون. عطى فوق فوق فوق، ارتفع فوق فوق بعد ايضا فوق، ايوه فوق، لان هذه الامور اللي الاحتفاليه. بالفعل مبروك للقادسيه، مبروك لحصولهم على بطولة الدوري العام للموسم الرياضي 2013-2014، وللمرة السادسة عشر، 16 مرة يتعادل مع عدد المباريات مع العربي وعدد البطولات. وإلى أن نلتقي مباراة مقبلة، لكم تحياتي حمد وحمد، وإلى الاستديو ومع السلامة.